في رمضان في كثير من الأشخاص يحبوا قبل الإمساك إنهم يشربوا كثير من الماء، يعتقدوا إنه هذا الماء اللي بيشربوه بكميات كبيرة يجلس لهم لبكرة، كأنه يعتبروا في خزان. هو حقيقة ما في خزان ولا شيء، أشرب موية قليلة على اللي أنت محتاجها، نظرا لأنه إذا شربت موية كثير بعد ساعتين من النوم حتبدأ تروح الله يكرمك الحمام وحتخرجها كلها. خليك عاقل، أشرب بعقل وبلاش تكثرها. تقبل الله طاعاتكم.